بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال عن الحياة في الكون، هل توجد حياة في الكون؟ هذا السؤال وجهه أحد الأحبة وقال: هل هناك دليل من القرآن العظيم على وجود حياة في الكون؟ اليوم أيها الأحبة، نحن نعلم يقينا أن عدد المجرات في الكون يفوق 100 مليار مجرة. في كل مجرة هناك أكثر من 100 مليار نجم أو شمس، وهذه النجوم معظمها قد يكون حوله كواكب. فيحسب أحد العلماء عدد الكواكب الشبيهة بالأرض في مجرة درب التبانة، أي المجرة التي أرضنا فيها، بحدود 17 مليار كوكب. إذن أمام مليارات ومليارات من الكواكب هناك احتمال مؤكد لوجود حياة في الكون، ولكن العلماء يقولون ربما تكون هذه الحياة بدائية نوعا ما. الحقيقة أيها الأحبة، هناك إشارة لطيفة في القرآن العظيم الذي أنزله الله قبل 14 قرنا، وضع فيه آيات كونية تشهد على أنه هو من أنزل هذا القرآن. الله عز وجل يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض. إذن دائما عندما نسمع كلمة آية أو آيات، يعني هناك معجزة. الآية هي المعجزة والدليل والبرهان والإثبات على صدق هذا القرآن وعلى وجود خالق لهذا الكون، ليس كما يدعي المشككون وأصحاب نظرية التطور والملحدون أن هذا الكون وجد عبثا ووجد بالمصادفة، وكل هذا الإبداع وجد بالمصادفة. لا، هناك خالق رازق عليم حكيم مصمم مبدع لهذا الكون. الله عز وجل يقول: ومن آياته، أي ومن معجزاته، خلق السماوات والأرض، إشارة إلى السماوات والأرض، وما بث فيهما من دابة. وما بث فيهما، أي في السماوات والأرض، من دابة، إشارة قرآنية شديدة الوضوح إلى وجود حياة في هذا الكون في السماوات. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، أي في السماوات بين الكواكب بين المجرات بين النجوم، وفي الأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي أنه قادر سبحانه وتعالى على أن يجمعنا بهذه المخلوقات الفضائية، يمكن أن نسميها كائنات فضائية. الحقيقة أيها الأحبة، أنا هنا أحب أن يعني أقول وجهة نظر. القرآن العظيم عندما يستخدم كلمة إذ أو إذا، غالبا ما يكون للتأكيد، يعني وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هناك احتمال كبير أن نصادف كائنات فضائية. نحن نعلم أن وكالة الفضاء الأمريكية وغيرها من وكالات الفضاء في العالم لابد أنها تخفي معلومات عن الناس، لابد أن لديها أسرار، هذا وضع طبيعي. ولكن نحن لا نعلم هل هناك بالفعل لقاءات مع كائنات أخرى، هل تمت هناك لقاءات لكائن على الأرض مع كائن في الفضاء. أنا بالنسبة لي لا أستبعد هذا الأمر، سأقول لكم لماذا أيها الأحبة. الله تبارك وتعالى يأمرنا ويخبرنا أن نؤمن بعالم الجن، عالم الغيب، في أول آية بعد ألف لام ميم في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن أول صفة لهذا المتقي للمتقين هي الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب يشمل الإيمان بالله تعالى، بملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره، وكذلك عالم الجن
هو من ضمن الإيمان بالغيب ينبغي أن نؤمن به. نحن نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أيضا إلى الجن ليس إلى الإنس فقط. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للإنس وللجن معا. إذن أيها الأحبة، نحن مأمورون أن نؤمن أن هناك عالم الجن موجود، وأنهم استمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ولوا إلى قومهم منذرين. إذن إذا كان البشر لديه لقاءات مع الجن، وهذا الأمر ثابت، الشيطان كلم آدم أو في الجنة عندما وسوس له، فوسوس لهم الشيطان، إذا قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإذا كان هناك حوارات وكلام بين الإنس والجن، ونحن نعلم أن السحرة يستعينون بالجن، يحدثونهم ويصنعون لهم أشياء غريبة ليزدادوا كفرا والعياذ بالله. إذا ما دام لقاء الإنس بالجن ممكن ومؤكد بنص القرآن، طيب إذا لقاء مخلوق مادي، مخلوق من ماء أو من تراب على الأرض، مع مخلوق آخر مادي أيضا قد يكون مخلوق من الماء أيضا، هذا اللقاء أمر طبيعي. ما دمنا اعتقدنا أن الإنس يمكن أن يلتقوا مع الجن، فيمكن لنا أن نعتقد أن إنسان على الأرض يمكن أن يلتقي بدابة أو دواب من الفضاء في زمن ما، في طريقة ما، في أسلوب ما. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لذلك أيها الأحبة، هذه القصص التي نسمعها عن الكائنات الفضائية، عن أن أناس اختطفوا شخص من الأرض إلى الفضاء، طبعا أنا بالنسبة لي لا أقتنع بأي معلومة إلا إذا تأكدنا منها يقينا. كل ما نشر حتى الآن أيها الأحبة من معلومات عن لقاءات بين أناس على الأرض وكائنات فضائية، أقول لكم أنا لا أستبعد ذلك، ولكن لا نعتقد بها إلا إذا وصلنا خبر يقيني. كلها عبارة عن أخبار في كتب طبع منها ملايين النسخ ووزعت وحققت أرباح هائلة، ولكن لم يثبت منها شيء بشكل مادي ملموس. لأنك عندما تعثر على كائن فضائي على هذه الأرض لابد أن يكون هناك دليل ملموس. الصور التي التقطت قد تكون لأشعة مثلا ضوئية، انعكاسات ضوئية معينة في الفضاء تحدث، قد يعني هناك احتمالات كثيرة أيها الأحبة. ولكن نحن كمسلمين أحبتي في الله لا ينبغي أن نعتقد بأشياء أنها حدثت إلا إذا رأينا هذا الشيء بشكل يقيني. ولكن نحن كعقيدة، عقيدتنا كمؤمنين، نعتقد أن الإنس يمكن أن يلتقي مع الجن ويتحدثون، وهناك آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن شياطين الإنس والجن، وتتحدث عن الاستمتاع، استمتعوا ببعضهم، تجدهم في نار جهنم يوم القيامة، الشياطين والإنس والجن. أيضا من البشر هناك الشياطين، وهؤلاء ربما أسوأ من شياطين الجن والعياذ بالله. فنحن نعتقد بلقاء الإنس مع الجن يقينا، لأن النبي أنبأ بذلك والقرآن أنبأ بذلك. ونعتقد أن إمكانية لقاء كائنات أرضية مع كائنات فضائية هذا الأمر وارد، بل نحن مأمورون أن نعتقد بذلك، وإلا إذا أنكرنا ذلك ننكر نصا صريحا من القرآن. الله سبحانه وتعالى كما أخبرتكم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن ينفع بهذه المعلومات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.